أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوم العوافي. ورمضان كريم، أعانكم الله على صيامه وقيامه. كثير من الناس بتشكي إنه وزنها بيزيد بشهر رمضان بدل ما يقل رغم ساعات الصيام الطويلة. كيف لا والموائد الرمضانية بتتلون بما لذ وطاب من الأطعمة عدا عن الحلويات الرمضانية؟ كيف ممكن نتجنب الوزن الزائد والسمنة في الشهر الفضيل؟ سؤال رح يجاوب عليه دكتور أيمن الطريفي، أخصائي جراحة عامة وسمنة مفرطة. أهلا وسهلا فيك دكتور ورمضان كريم. أهلا وسهلا فيك وكل عام وانتم بخير أنت ومشاهدينا. أهلا فيك. بداية دكتور، تحكينا شو أسباب الوزن الزائد والسمنة في رمضان؟ زيادة الوزن طبعا بتكون في رمضان عند بعض الناس على اختلاف رجيم الحياة اللي بيكون عندهم واختلاف مواقيت الوجبات. أنا بيكون الإنسان بصوم ما بين 14 ل 16 ساعة، مش متذكر بالضبط الرقم، بس إنه جسم الإنسان فقد سوائل بشكل كبير خلال اليوم والنهار، وأول ما الصائم بفطر بيبلش في السوائل، فبيحجب كمية من حجم المعدة للسوائل، وهذا بيؤدي إنه بياخد كميات كبيرة من الأكل في الوجبة الأولى. فعشان يحافظ إنه وزنه ما يزيد لازم يأخذ فترة الفطور للسحور، ينظم إنه يكون عنده أكثر من وجبة حتى يحافظ إنه جسمه يتعود يأخذ الكمية المناسبة لغذائه خلال اليوم في وجبات متقطعة. يعني هو السبب الرئيسي إنه إحنا بناكل وجبة واحدة في رمضان وبكمية كبيرة. كمية كبيرة مش منتظمة. وكميات حلويات بتكون كبيرة كمان ما بعد الفطور، فهذا بيكون سبب إنه بيزيد من نسبة السمنة عند بعض الناس مش الكل. دكتور، في ناس بتحكي إنها لو أكلت كمية قليلة وزنها بيزيد، وناس بتحكي إنه قد ما بتاكل ما بتنصح، هل هذا الكلام صحيح؟ هل بتختلف يعني نسبة إنه القابلية للسمنة من شخص لشخص؟ بتختلف طبعاً، بتختلف عبها كيف الإنسان طبيعة، مش بس غذاء، طبيعة هرموناته. إذا في عنده خلل في الهرمونات ممكن يصير عنده زيادة في الوزن حتى لو ما كان بيأكل كميات كبيرة من الغذاء. أو بتختلف كمان بطبيعة أكله، في ناس بياخدوا كميات كبيرة من الحلويات والشوكولاتات السائلة، فهي بتؤدي لزيادة وزن بشكل كبير حتى لو بيأكل كمية قليلة من الغذاء. طيب كدكتور أخصائي بسمنا، تحكي لنا شو الطريقة المثلى لخسارة الوزن في رمضان؟ الطريقة المثلى لخسارة الوزن في رمضان إنه يكون غذانا على الفطور غني بالخضروات وبعيد عن كمية اللحوم الكبيرة الحمراء، ويكون حلوياتنا خفيفة ما تكون كتير كبيرة، يعني ما نأكل 5 أنواع حلويات بعد الفطور. جزء بسيط من الحلويات بيكون كويس، ونكتر من السوائل خلال فترة الفطور. هاي أهم شيء. فقط هي. هاي هي الكفاية. السمنة هل نسبتها عند النساء مثل الرجال أم بتتفاوت النسبة بين الطرفين؟ وين بتتركز الدهون عند كل شخص؟ الستات طبعاً بتكون نسبة السمنة عندهم أعلى، ونسبة توزيع السمنة عندهم بتكون مختلفة عن الرجال. يعني الستات بتيجي نسبة السمنة عندهم أكثر في الأرداف ومنطقة الحوض، الرجال بتكون سنترالي لمنطقة البطن والمنطقة الداخلية من البطن بتكون عندهم السمنة أكثر من الستات. شو سهل التخلص منه أكثر، سمنة الأرداف أم سمنة الوسط؟ طبعاً بتعود لطبيعة هرمونات الست وطبيعة الحياة اللي بتعيشها وتعرضها لولادات وحمل، هذا كل عوامل بتلعب في هرمونات الست فبتؤدي إنها يزيد وزنها بشكل غير منتظم. فإذا ما اتبعت رجيم وحمية معينة بيكون عندها زيادة وزن وسمنة. طب ما أشدها خطورة، سمنة الأرداف أم سمنة الوسط؟ كل واحدة إلها مساوئها. سمنة الأرداف طبعا مش سهل إنه الإنسان يتخلص منها، بس مش خطرة. كل زيادة وزن خطرة. ممكن تؤدي مستقبليا لحدوث أمراض مزمنة مثل أمراض السكري والضغط، بغض النظر وين كان توزيعها، إذا كان في الأرداف أو في منطقة البطن. بس اللي بيختلف طريقة خسارة الدهون، بتكون الأرداف بتكون أصعب خسارة الوزن، لازم رجيم بلس رياضة مكثفة لحتى تتخلصي وتاخدي
الشكل الطبيعي او الشكل الرياضي. دكتور، هل السمنة يكون بالعادة سببها أكل أم هل هناك أسباب أخرى للسمنة؟ مثل ما حكينا سبب الأكل هو السبب المباشر، إنه الأكل بطريقة غير منتظمة، والأكل في نوعية الأكل إنها تكون غنية بالدهون وغنية بالشوكولاتات، هاي بتؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة نسبة الدهون في الجسم. هاي واحد. السبب الثاني ممكن يكون زي ما حكينا الخلل الهرموني، مثل الخلل في انتظام هرمونات الغدة الدرقية أو هرمونات تانية في الجسم، فهذا بيؤدي إلى زيادة نسبة الفات في الجسم بشكل غير منتظم. عشان هيك لما بنحكي عن إنسان عنده سمنة لازم قبل ما نبلش الرجيم تبعه أو نوجهه للرجيم لازم يعمل بعض الفحوصات الطبية، حتى بعدها نوجهه بشكل صحيح شو نوع الحمية اللي لازم يعملها أو شو نوع الإشي الرياضي أو الحمية اللي بناسبه قبل ما نتجه للشغلات الجراحية. إيه، لمين لازم يلجأ الشخص ليعرف إنه شو سبب السمنة عنده؟ في أكثر من شخص، ممكن يتجه لأخصائي التغذية، ممكن يتجه لمدربين الرياضة، ممكن يتجه لطبيب جراحة السمنة، ممكن يتجه لطبيب الغدد كمان. أي شخص من هذول الأشخاص ممكن يوجهه للطريق الصحيح. في حال لجأ لمدرب الرياضة أو لأخصائي التغذية هو بيحكي له إذا كان لازم يتوجه للطبيب؟ بيوجهه لمين؟ للإنسان المناسب. متى يحدد الطبيب إنه لازم يلجأ للجراحة لتخفيف الوزن؟ النظام الغذائي ساعتها ما بينفع. هلا إذا كتلة الجسم طبعاً هي بتعتمد على طول المريض على وزنه. بنحسبها في معادلة إلها، بناخذ وزن المريض بنقسمه على الطول تربيع، وفي مؤشرات اللي بيكون عنده نحكي من 20 ل 25 بيكون جسم مثالي، اقل من 18 بيكون في عنده نقص في نسبة الدهون ونسبة كتلة الجسم عنده، اللي بيكون من 25 ل 30 بيكون في زيادة بسيطة، فوق ال 30 ببلش يصير في سمنة، فوق ال 35 بتبلش السمنة اللي بتؤدي لأمراض بنسميها موربيد اوبيزيتي، فوق ال 40 هاي بتكون بلشت الموربيد اوبيزيتي او السمنه المفرطه اللي بتحتاج تدخل جراحي. التدخل الجراحي بيكون اما عن طريقه قص المعده او تحويل المسار، شو الفرق بينهم؟ انا كمواطن عادي كيف بدي اعرف شو الفرق بينهم ومين افضلهم؟ على قص المعده بيعتمد على تقليل كميه الغذاء اللي بتدخل للجسم. احنا بنقص تقريبا 80% من حجم المعده، من 75 ل 80، فكمية الغذاء بتقل نسبة كبيرة بالنسبة للكمية اللي كان ياخذها المريض أو الإنسان اللي بيعاني من السمنة ما قبل العملية، فهي بتعتمد على تقليل كمية الغذاء. العملية الثانية التحوية بتعتمد على اختلاف الكمية تقليلها وعلى تقليل نسبة الهضم للأكل اللي بيصير، اللي هي في تحوير مسار الغذاء. فلكل واحد بتكون، في ناس بتناسبهم أكثر قص المعدة، الناس اللي بياخذوا كميات غذاء كبيرة أحسن بتكون لهم عملية قص المعدة، الناس اللي بياخذوا كميات غذاء سائلة مثل الشوكولاتات والسويت ياتر بنسميهم أفضل لهم تحوير المعدة. كمان تحوير المعدة كويسة ومفيدة للناس اللي عندهم سكري من الدرجة الثانية، بتساعدهم كثير في تخفيض نسبة السكر في الدم. ونفس الشيء عملية قص المعدة بتساعد، بس دراسات أثبتت إن عملية التحوير بتكون يعني أكثر نجاعة وأكثر بتفيد المرضى هدول. كثير بنسمع الناس إنهم بياخذوا دواء منظم السكر لتخفيف وزنهم مثل الميتفورمين، الجلوكوفاج إلى آخره من منظمات السكر، فهل هذا التصرف صحيح أم لا؟ وهل له مضاعفات؟ هلا انك تاخذي دواء منظم للسكر عشان تنزلي وزنك هذا الشيء مش صحيح. هلا هي بتيجي معادله طرديه، الناس اللي بيصير كان عندهم سكري بشكل كبير كانوا ياخذوا كميات انسولين وكميات ادويه بشكل كبير ما قبل العمليه، ممكن انهم يتخلصوا من 75 ل 80% من الادويه هاي ما بعد العمليه. فبتكون هاي العمليات موفره للمريض من ناحيه ادويه، بتوفر على الحكومه كمان أو المؤسسة الصحية اللي بتوفر لهم هاي الأدوية، فهاي العمليات مفيدة كتير للمرضى من ناحية إنهم بتخلصوا من كميات كبيرة من الأدوية هاي
ما بعد إجراءهم للعملية أو التداخل الجراحي. فننصح الناس اللي بيعانوا من أمراض سكري وضغط ومش منتظمين مع الأدوية للتوجه لاستشارات طبية لحتى يأخذوا الرأي الصحي والرأي الطبي اللي بيساعدهم في حياتهم مستقبلياً. كثيرا ما نسمع عن شركات بتبيع أدوية لتخفيف الوزن وبتحكي إنها مرخصة من وزارة الصحة وإنه الإنسان بيقدر يخسر من 10 إلى 15 كيلو. ما مدى صحة هذه الشركات وهي الأدوية، وهل ممكن تسبب مضاعفات للمريض؟ هلا كل هاي الأدوية وكل أنواع الروجين بتنزل من وزن المريض، بينزل 15-20 كيلو. هلا مش المهم قديش نزل، بينزل 20 كيلو، وإذا فلت خلال شهر ممكن أو شهر ونص ممكن يرجع يطلع بدل 20 نزلهم 25-30 كيلو. هذا اللي بصير مع أغلب الناس اللي بيعملوا حمية وبيعانوا، بيحكي لك أنا جيت بيجوني ناس هيك على يدي نزلت 20 كيلو نزلت 30 وأنا اليوم زايد 40 أو 35. اللي بصير عندهم إنهم نزلوا في الوزن وما بعد ما نزلوا أو استخدموا هاي الأدوية أو الروجين ما بينتظموا في البرنامج الحمية المناسب، فبصير جسمهم يتقبل كميات أغذية بشكل أكبر، بتصير شراهة الأكل عندهم أزود، فبزيد وزنهم بشكل مضاعف. هذا بتصير عند نسبة كبيرة من الناس اللي بيعملوا رجيم وحمية. عشان هيك الإنسان اللي بيعمل حمية ورجيم لازم يلتزم في النظام الغذائي لمدة طويلة لحتى يحافظ على نزوله في الوزن. هذا هو الهدف من عمليات التصغير المعدة، إنك أنت بتغير رجيم الحياة تاع المريض لفترة طويلة. لكن في عمليات تصغير معدة كمان بتفشل فيما بعد. يا فيلر مزبوط، في 30% ل 35% بصير فيلر أو بصير فشل ما بعد 3-4 سنين. في عدة أسباب، في فيلر تكنيك، في فيلر بنفس المريض نفسه. هلا الهدف من العملية إنك تغير تفكير المريض، كيف يفكر كيف يأكل. المرضى عندهم شراهة الأكل بتكون عالية، فبعد قص أو تحوير المعدة بتخف لأنه بنتخلص من هرمون المحفز للجوع. هلا ما بعد العملية في ناس بتدور على وسائل تانية لتعبي رغبتها أو شهيتها، فبصيروا ياكلوا السوائل مهضومة، يعني أكل مطحون، يعني بتحايلوا على حالهم، بتحايلوا على العملية. هدول ما بينزلوا بشكل كبير في ما بعد العملية أو بردوا بيرجعوا بزيادة الوزن. فالهدف من العملية إنك تغيري التفكير المريض، يعني مش بالضرورة إنه أنت قصيت المعدة بدك تاكل شو ما بدك كمان، تغيري كيف تفكيرهم كيف دماغهم. هذا هو الهدف. أنت إذا غيرت تفكير المريض أنت بتوصل إنك تطلعيه من مرحلة تفكيره في زيادة الوزن والسمنة. لما هدول المرضى نعتبرهم مرضى مش بس إنهم شهيتهم أو شهيتهم في الأكل كبيرة، لازم يكون تفكيرهم يعني التفكير الدماغي تبعهم تغير لهم اياه خلال فتره معينه حتى يتاقلموا ويعيشوا في رجيم الحياه الجديد. دكتور، نصيحه بتحب توجهها للمشاهدين لحتى يتجنبوا السمنه واللجوء الى الدكاتره وقص المعده وغيرها؟ يعني خلينا احنا يعني نستبق الموضوع قبل وقوعه، فشو بتوجه لهم نصيحه؟ بنصح مرضانا انهم يطلعوا من روتين العمل الجديد اللي هو كله كمبيوتر ومكاتب، يمشي لو المريض مشى كل يوم نص ساعة على 40 دقيقة بيتخلص من نسبة كبيرة من الكالوريز اللي بيأكلهم أو كمية الأغذية اللي بتدخله يومياً عن طريق الغذاء الغير منتظم، إنه يمارس الرياضة، إنه يتجه أكثر للأكل الطبيعي اللي بعيد عن المغلفات والأكل اللي يخضع للحافظات، إنه أكثر أكلنا يكون خضار فواكه ولحمة بيضة ونبعد عن اللحمة الحمراء، فهيك بنكون وصلنا لجسم مثالي وبعيد عن السمنة. وبشهر رمضان كمان، شهر رمضان بنصح مرضانا أو أعزائنا الصائمين أنهم يبعدوا عن تناولهم للحلويات بنسبة كبيرة ونصبوا من وجباتهم، يأكلوا أكثر من وجبة، ما يكون أكلنا مكسور بس على وجبة الفطور، يكون في سحور، يكون ما بين السحور والفطور كمان وجبة لحتى نأخذ الكميات الغذاء اللي بناخدها خلال اليوم الطبيعي في كميات متفاوتة من 3-4 وجبات كمان حتى لو إحنا بنصوم فترة طويلة. دكتور أيمن الطريفي، شكراً جزيلاً لك. شكراً لك، وبتمنى الصحة لمواطنينا وصائمينا.
رمضان كريم. أعزائي المشاهدين، شهر رمضان فرصة للتخلص من السموم والدهون إذا مارسنا بعض العادات السليمة، وكمان إذا امتدت هاي العادات لبعد رمضان بتكون فرصة أكبر وأكبر للتخلص من السمنة. إلى أن نلقاكم بحلقة جديدة وموضوع جديد، لكم مني تحية وإلى اللقاء.